حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون شايف شكلك ازاي. هتحط شخص في بالك وهتشوف الشخص ده شايف شكلك ازاي، شايف شخصيتك ازاي، ايه اكتر حاجة عاجباه فيك، وايه رسالة مش قادر يقولها لك او حاجة مخبيها عنك. القراءة دي تنفع لأي شخص تحطه في بالك، سواء حبيب، سواء كراش، سواء شخص انفصلت عنه. طبعا الطاقات اللي هتطلع هقولها. طيب القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسم الشخص اللي هتحطه في بالك أو باختيار الحجر. القراءة الأولى الحجر الأورنج. أو الكروت دي. القراءة التانية الحجر الأبيض أو الأوف وايت. أو الكروت دي. طيب الناس اللي بتختار بالأحجار، ركزوا طاقتكم على الحجر واللي يعجبكم اختاروه. طيب لو انتوا أول مرة تشوفوني، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله أول بأول. ولو حد عايز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب، بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. نبتدي بأول قراءة. حطي دي كده على جنب. أول قراءة أهي. أول حاجة عايزين نعرف طاقة الشخص ده ايه أو بيفكر. طيب تعالى وقع أول واحد أهو. طيب الطاقة واصلة لي الحمد لله. طيب نشوف طاقته ايه دلوقتي، أو بيفكر في ايه في الفترة الحالية، أو بيعمل ايه، أو عاوز يعمل ايه. طاقة الشخص ده ايه الحالية؟ ده هو ممكن يكون كان تعبان مريض يعني، والحمد لله ربنا شفاه. شايفة كمان ان هو في طاقة قلق الفترة دي، قلقان من حاجة، بيفكر في حاجة، متردد من ناحية حاجة، مش عارف ياخد قرار. ممكن يكون في حد بيعرض عليه الزواج من شخص وهو متردد، او مش عارف هل الشخص ده كويس ولا لا. انا طبعا بتكلم لطاقة المنفصلين، او لطاقة لو الشخص ده بالنسبة لك كراش، بس في حد ممكن يكون بيعرض عليه الزواج من حد تاني وهو في حالة قلق ومش عارف اذا كان ياخد الخطوة دي ولا لا. ممكن يكون بقى علاقتك دي فيها علاقة صعبة، فيها عوائق. طبعا انا بتكلم على الجزئية دي. لو علاقتكم ببعض كويسة وانتم مرتبطين دلوقتي في الفترة الحالية ومفيش اي حاجة، يبقى ما تاخدش الكلام ده على نفسك. انا بتكلم على المنفصلين اللي مفيش ما بينهم كلام في الفترة الحالية، او لو انت معجب بشخص بس الشخص ده مش عارف ان انت معجب بيه. تمام. طيب عايزة اخد كارت من هنا عشان يأكد لي او يقول لي حاجة جديدة يضيفها. انا شايفة فيه راجل ممكن يكون بيعرض عليه انه طب حلو، يعرض عليه انه في حد كويس قدامه. شايفة الشخص ده طالع من علاقة، طالع من ازمة، طالع من انفصال، طالع من ازمة مالية ممكن برضو لسه طالع، او طالع من تعب بدني يعني كان عنده تعب معين وابتدى ان هو يستشفى، ابتدى ان هو يبقى كويس. طيب شايفاه كمان بيتأمل او عاوز حاجة بعيدة عنه، حاجة بيتمناها وبيبص لها لفوق، وشايفاه في حالة قلق وحالة رهبة، حالة حيرة وتردد من ناحية امر. على فكرة ممكن يكون الشخص ده توأم روحك وانت حاسس بكده، ان هو توأم روحك وهو كمان حاسس بكده، بس في عوائق مخليكم مش مع بعض في الفترة الحالية. طيب بص، انا لسه بقول في عوائق جالي الشخص ده متكتف. الشخص ده متكتف عنك انت، متكتف في انه يبقى معاك، متكتف انه يبقى في علاقة ما بينك وما بينه. على فكرة هو عمال يفكر ومتردد وقلقان والكلام ده كله بشأنك انت. بصوا بقى، يا اما الشخص ده عارض عليه حد يشوفه يعني يبقى في ما بينه وما بينه علاقة، يا اما الشخص ده عارف ان في حد بيقرب منك او انت
حد وصل له ان ممكن انت تخش في علاقة وترتبط، تمام؟ عشان كده هو قلقان وبيفكر بالشكل الاقصادي المريب ده. طيب على فكرة طاقته في اتصال روحي بينك وبينه، يمكن في الفترة الحالية اللي احنا فيها الاتصال الروحي زاد اكتر، او هو حاسس ان هو عاوز يبعت لك مسج بس مش قادر يبعتها لك عن طريق ان هو يخش يقول لك مثلا اي حاجة هو عاوزها عن طريق المسج، فبيبعتها لك بالروح، الاتصال بالروح، تمام؟ فدي طاقة الشخص ده في الفترة الحالية. عندي هنا برج الثور وبرج العقرب والدلو. عايزين نشوف الشخص ده شايف شخصيتك ازاي، طاقته اهي. عايزين نشوف الشخص ده شايف شخصيتك ازاي. في الطاقة منكم الشخص ده انت انفصلت عنه انفصال نهائي، انفصال بلا رجعة. ممكن يكون برضو طاقة ناس بقالهم كتير منفصلين عن الشخص ده، ما بتتكلموش مع بعض بقالكم كتير. طيب شايف شخصيتك ازاي؟ شايف شخصيتك ان انت شخص بتخبي اهتمامك، بتخبي حبك، بتخبي كل حاجة جواك لنفسك، ما بتعرفش يبقى عندك ان انت تعبر او ان انت تقول عن احاسيسك وعن اللي انت حاسه بشكل صحيح، او ما بتعبرش اصلا عن احاسيسك. يعني لو كانت بتربطك علاقة بالشخص ده ما كنتش بتديله احاسيس، ما كنتش بتديله اهتمام، ما كنتش بتديله حب اللي هو كان مستنيه منك. هو حاسس ان انت شخص بخيل المشاعر، او شايف شخصيتك ان انت شخص بخيل المشاعر. شايفك كمان شخص مسيطر جدا جدا على نفسك، ولو كانت بتربطك بيه علاقة كنت مسيطر عليه في الفترة اللي كنتم مع بعض فيها في علاقة. شايف كمان ان انت شخص غيور جدا، بتحب اللي حواليك او بتحب الشخص اللي معاك ياخد رأيك في كل حاجة هو بيعملها في حياته، يعني بتحب ان هو يدخلك في كل حاجة في حياته. هو شايف شخصيتك كده. انت يمكن ما كنتش مديله الحرية، او ما كنتش مديله مساحة لنفسه. ده انا بتكلم عن الناس اللي منفصلين، كان في علاقة ما بينه وما بين الشخص التاني. طيب لو انت داخل تبص او تشوف على كراش، فالشخص ده شايفك ان انت شخص بخيل في المشاعر، شخص ما بيبينلوش اي اهتمام، او مش محسسه ان انت معجب بيه فعلا. طبعا ده كراش وفي بينكم كلام، مش كراش نظرات بس، يعني القراءة دي للكراش اللي فيه بينهم كلام عشان نشوف هو شايف شخصيتك ازاي. شايف عقلك ناضج جدا، تعرف تفكر، ما شاء الله عليك. كمان شايفك ان انت شخص ما بتحبش المواجهة، ممكن تعمل مشكلة او تعمل حاجة وتمشي، ما بتحبش ان انت تتواجه معاه، او مش مستعد ان انت يكون في مشاكل بينك وما بينه وتزعقوا مع بعض وكده. لا، انت بتحاول دايما تدافع عن نفسك، او هو شايفك ان انت ما بتحبش تطلع نفسك غلطان. انا اللي قدامي بقول يا جماعه، محدش يزعل. طيب تو اوف كابس شايفك بالرغم اي حاجه فيك، او بالرغم من اللي هو حاسه من سيطره وعناد ومن بخل مشاعر ومن عدم المواجهة في المشاكل أو الهروب، أو ما بتحبش تطلع نفسك غلطان، إلا إنه شايفك إن أنت الشخص المناسب ليه. الشخص ده بيحبك. لو أنت بنت شايفك إن أنت متوازنة جدا بين قلبك وعاطفتك وبين عقلك، أنت متزنة بين العقل وبين القلب، مش بتفضلي حاجة عن حاجة. يمكن عشان كده هو شايفك ان انتي بخيلة في المشاعر شوية، عشان بتفكري عقلك وبتدخليه في كل امور حياتك حتى في مشاعرك. طيب هو متكتف وشايفك انت كمان متكتف. الشخص ده شايفك انت كمان متكتف، مش عارف تكون معاه وهو كمان مش عارف يكون معاك.
سواء الانفصال حصل بينكم بسبب اي مشاكل هو شايفها فيك، او اي حاجة هو شايفها فيك مش كويسة، او انت شايف في حاجات مش كويسة، لان ممكن برضو يكون في عوائق اكبر منك ومنه. انا حاسة ان دي من العلاقات الصعبة، وحاسة ان انتوا الاتنين توأم روح لبعض، لان هو بيتواصل معاك بالروح على فكرة. يمكن بتحلم بالشخص ده، يمكن الشخص ده بيحلم بيك كتير، بتحس ان هو بيكلمك، بتحس ان هو بعت لك مسج وانت قاعد كده لوحدك، او العكس صحيح، يعني القراءة العاطفية بتبقى عكسية. طيب شايف ايه كمان الشخص ده فيك، او شايف شخصيتك ازاي؟ انا لسه بقول توأم روح. شايفك شخص عندك امل وعندك تجديد في حياتك دايما، ما بتحبش الروتين، ما بتحبش الملل، بتعرف توزن امورك، وبتعرف تخطط لمستقبلك كويس. يمكن انت شخص ناجح، يمكن في حواليك ناس كتير عينيهم عليك ومعجبين بيك، هو شايف كل ده. كمان ممكن تكون انت بعيد عنه في المكان اللي انت عايش فيه، هو بعيد عنك مش قريب منك، بس هو عارف كل ده عنك. لسه انا بقول ان انتوا توأم روح، لاني انا شايفة ان انتوا تتواصلوا بالروح وبالتخاطر. طلع لي ذا لافرز عشان يأكد لي فعلا ان انتوا توأم روح، انتوا سول ميت لبعض. شايف شخصيتك ازاي؟ شايفك شخص مبتهج، شخص عندك امل، عندك تجديد، عندك حماس للحياة، عندك روح الشباب. كمان شايفك شخص عندك عطاء كبير كبير كبير، وبتحب تساعد كل اللي حواليك، وبتحب تقف جنب كل اللي حواليك، وعندك جبر الخاطر. دي حاجة كويسة قوي فيك، ودي شايفها ولابسها فيك. طيب انت لما بتاخد قرار بتعمله على طول عكسه، هو لما بيبقى عاوز ياخد قرار بيقعد كتير عقبال ما يعمله. شايفك عندك حماسة على طول. ممكن تكونوا على فكرة من الأبراج النارية أو من الأبراج المائية. انتوا مش عارفة ليه أنا حاسة كده. عندكم عاطفة جديدة جدا، هو شايف كده ان انتم عندكم عاطفة جديدة جدا، وحساسين قوي 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 قوي. وقال لي كلمة بتأثر فيكم، وقال لي كلمة ممكن تجرحكم، حتى لو اللي قدامكم ما يقصدش كده، بس انتم بيأثر فيكم الكلام قوي يعني. كمان شايف ان انتم عصبيين شوية، وعناديين، عصبيين وعناديين. طيب الشخص ده شايف ايه كمان فيه؟ انت شخص ما شاء الله عليك، في شغلك، في دراستك، في محيطك الاجتماعي، انت ناجح ومحبوب، الناس بتحبك، وهو شايف حب الناس ليك. لسه بقول الناس بتحبك، ما شاء الله، يعني قراءتكم واضحة وطاقتكم وصلاني. لسه بقول الناس بتحبك. بص، الناس حواليك بتبص لك، بتحبك، فرحانة بيك. يمكن في عيون عليك، بس مش كتير زي الناس اللي فرحانة بيك حواليك. ممكن يكون أهلك فرحانين بيك، ناس بتحبك من صحابك، لما بتعمل حاجة الناس دي بتفرح لك، وهو بيشوف حب الناس ليك. انت شخص محبوب من الآخرين، شخصيتك بيبان عليها ان اول لما حد يتعرف عليك يحبك، بيحبك من شخصيتك ومن كلامك، من اسلوبك معاه. كمان شايفك امور. انا لسه مشوفتش شايف شكلك ازاي، بس هنا طلع في شخصيتك انه شايفك امور قوي. شايفك حاجة كان بيتمناها او كان عاوزها. طيب اشوف بقى شايف شكلك ازاي. شايف شكلك ازاي؟ شكلك في العقل، وفي المرح، وفي يعني من شكلك، او اول ما تتعامل، اول ما حد يتعامل معاك يحس بالعقل ويحس بالمرح، وممكن يكون عندك حس الفكاهة شوية، بس في نفس الوقت انت عاقل. ده اول ما حد يتعرف عليك. شايف شكلك ازاي؟ شايفك شخص عندك جاذبية شديدة جدا، انت شخص عندك كاريزما، عندك جاذبية، شكلك
لما بتخش في مكان الناس كلها يمكن بتبقى عيونهم عليك، على لبسك، بتعرف تنسق لبسك، الألوان، بتعرف تلبس كويس، بتعرف يبقى شكلك حلو ومبهر لما بتروح مثلا أي مكان. شكلك بالنسبة له عاجبه جدا من كل حاجة، من الشكل ومن اللبس، من تنسيق الألوان، من كل حاجة الشخص ده منبهر بيك. ممكن تكون انت شايف نفسك عادي او مش اللي انا بقوله ده، بس انا شايفة ان هو شايفك كده. ليه الشخص ده برضو شايفك كده؟ لان الشخص ده عنده طاقة حب جديدة ليك، الشخص ده بيحبك، وانا حاسة ان انتوا صول بيت لبعض وفي تواصل روحي جامد ما بينكم. طيب ممكن تكون انت او هو من برج الميزان او السرطان او الميزان تاني او الجوزاء او العقرب او الاسد. العقرب تاني والحمل والجوزاء. طيب نكمل بقية الأسئلة ونشوف ايه اكتر حاجة عجباه فيك الشخص ده. طيب عايزين نشوف ايه اكتر حاجة الشخص ده حاببها فيك، اكتر حاجة التوافق، اكتر حاجة عجباه فيك التوافق، ان انتوا الاتنين في توافق ما بينكم، بالرغم ان ممكن يكون شايفك عصبي شوية، شايفك مسيطر شوية، ممكن يكون انت كمان شايفه فيه حاجات مش كويسة مش عاجباك، ولكن برضو بتحس ان في توافق في بعض الحاجات، انتوا الاتنين شبه بعض فيها، وانتوا الاتنين عندكم نفس الذوق فيها. يعني انتوا الاتنين حاسين ان انتوا واحد، انت حاسس ان هو وانت شخص واحد وهو نفس الكلام. يبقى اكتر حاجة حاببها فيك الشخص ده التوافق ما بينك وما بينه. او لو الشخص ده كنت معاه في علاقة وسبته بعض وتعرف على ناس تانية غيرك، مش حاسس بالتوافق او مش حاسس بنفسه او انه يعرف يكمل حياته غير معاك انت. ولو الشخص ده بالنسبة لك كراش ومفيش بينكم اعتراف، او الشخص ده ما جاش قالك مباشرة انه معجب بيك او بيحبك، هو من بعيد لبعيد حاسس ان في توافق ما بينك وما بينه وان انت شبهه. وبكرر تاني، الكراش اللي يكون في بينك وبينه كلام، مش كراش نظرات من بعيد. تمام. ايه برضو الحاجة اللي بيحبها فيك؟ قلبك، بيحب قلبك جدا، بيحب حنيتك، بيحب ان انت انسان اقل حاجة بتأثر في قلبك وبتأثر فيك، بيحب جدا قلبك. بيحب ايه تاني فيك الشخص ده؟ ان انت عامل له انجذاب، جذبه جدا، هو منجذب ليك جدا. انت فيك انجذاب او فيك حاجة معينة في شكلك بتجذبه ليك وبيحبها قوي فيك، سواء قالك عليها او ما قالكش عليها، بس في حاجة في شكلك بتجذبه بيحبها. ممكن تكون عينيك، ممكن يكون عندك غمستين مثلا بيبص عليهم، بيحب ضحكتك، بيحب ابتسامتك، في حاجة في شكلك هو منجذب ليها قوي. كمان بيحب ايه فيك؟ بيحب ان انت شخص مستقل ماديا، ده للاشخاص اللي شغالين. فكرر، في كذا طاقة يا جماعة، للاشخاص اللي في شغل هو بيحب ان انت عندك استقلال مادي وانت ناجح في شغلك. لو انت بتدرس هو برضو بيحب فيك ان انت شخص باصص لمستقبلك ولدراستك. تمام. انت شخص ناجح. بيحب ايه كمان؟ ان انت يمكن لما بيحصل لك موقف في حياتك او بتمر بصعب في حاجة في حياتك، بصعوب في حاجة في حياتك، بتبتدي ان انت تلاقي حل وبتبتدي ان انت تمشي ناحية الحل الصح، وتسيب كل اللي فاتك وتسيب كل اللي مر عليك من تعب ومن ازمات. يعني تبتدي ان انت تبص بقى لمستقبلك، ما بتقعدش تبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقول. تمام. بيحب فيك عقلك، وحاسس ان انت هدية من ربنا ليه، وان ربنا بعتك ليه كتعويض، ك منحة الهية انت. طيب ايه كمان بيحبه؟ بيحب ان انت شخص متوازن، بتفكر بعقلك وبقلبك.
انت بالرغم ان انت حساس جدا وقلبك حنين جدا واقل كلمة بتأثر فيك، بس انت برضو بتدخل عقلك في الموضوع. استحالة تعمل قرار او تعمل اي حاجة او تخش في علاقة غير لما يكون عقلك موافق عليها. لازم عقلك يوافق ولازم قلبك يوافق الاتنين، تمام؟ عندي هنا برج الحمل وبرج الجوزاء، بس كده. طيب نشوف رسالة ليك مش قادر يقولها لك، او لو في حاجة هو مخبيها عليك. اعمل كده بقى عشان ايه، هفتحها مرة واحدة ونشوف الرسالة اللي مش قادر يقولها لك أو حاجة مخبيها عليك. كده وهناخد برضو من المونولوج النهاردة. نشوف بص، لو انتوا بتتكلموا مع بعض دلوقتي او لو انتوا مش بتتكلموا مع بعض، سواء الشخص ده انت انفصلت عنه منفصلين، او سواء الشخص ده انت مرتبط بيه اوكي مفيش اي حاجة، او سواء الشخص ده انت بتكراش عليه و مفيش بينكم اعتراف. الشخص ده عاوز يقول لك رسالة ايه؟ الشخص ده عاوز يقول لك انت ما دخلت حياتي حسيت بالامان، حسيت بالسلام. بالظبط كده، الكارت ده جاي يقول كده، حس بالسلام الداخلي لما انت دخلت حياته. دي رسالة هو عاوز يقولها لك، يمكن مش قادر عشان هو بعيد عنك، ولو انت مرتبط بيه يمكن في ما بينكم دلوقتي مشاكل، بس هو فعلا من قلبه عاوز يقولك كده، ان انت لما دخلت حياتي انا حسيت بنفسي، انا حسيت بالسلام الداخلي من جوايا، حسيت ان انا ابتديت ان انا استشفى، ابتديت ان انا اطلع من كل الحاجات اللي فاتتني. لو انت انفصلت عنه، فالشخص ده عاوز يقولك ان انت الحاجة الصح الوحيدة اللي عملها في حياته، واني من بعدك هو عارف قيمتك. الشخص ده من بعدك هو عارف قيمتك. مادام الكارت ده طلع كده في رسالة هو عاوز يقولها لك وانت انفصلت عنه، يبقى الشخص ده من بعدك ما شافش اي حاجة كويسة. طيب كمان، لو انتم مش بتتكلموا مع بعض وانفصلتم، او لو ده كراش ومفيش بينكم اعتراف، الشخص ده جدا 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 عاوز يقول لك مين الناس اللي حواليك دي، او لو انتم مع بعض في الشغل وفي ناس بتيجي تتكلم معاك، الشخص ده بيغير جدا من لمة الناس حواليك. او لو انت عارف ناس اصدقاء مش لازم يكون شغل، الشخص ده بيتضايق جدا من الناس اللي حواليك. طبعا دي برضو الطاقة لو انت في ناس حواليك. دي رسالة ودي رسالة. طيب عايز يقول لك انا قلقان جدا، انا تعبان. دي طاقته على فكره اللي طلعت في الاول، دي طاقته طلعت تاني في الرساله اللي هو عاوز يقولها لك. هو عاوز يوصل لك طاقته الحاليه. الشخص ده عاوز يقول لك ان هو تعبان، ان هو ما بينامش، ان هو في عوائق كتير في حياته الفتره دي، ان في حاجات كتير في حياته، في عوائق كتير في حياته الفتره دي، وانه تعبان وانه قلقان من غيرك. كمان ممكن للمنفصلين الشخص ده خايف يقرب منك تصده، زي الكارت دلوقتي ما بيوصف، خايف يقرب منك فتصده. كمان بالنسبة للكراش او للمنفصلين او اي حاجة، الشخص ده عاوز يقولك انه عينه عليك على طول، بيراقبك وبيبص على اي حاجة انت بتعملها. واخيرا الشخص ده عاوز يقولك ان هو بيحبك. كارت التين اوف كابس، احساسي من اول ما ابتديت القراءة وانتو سول ميت.
طلع لي دلوقتي ال 10 of cups، يعني ال10 كوبايات مفيش كوباية منهم مش موجودة، يعني دول آخر حاجة. فده حب بجد، يعني حب وصل لدرجة كبيرة. طيب عايز اشوف برضو رسائل المونولوجي. بص بيقول لك انت تعبت كتير في حياتك، عامة انت تعبت كتير في حياتك، وانت ربنا هيديك العوض قريب ان شاء الله، او هتلاقي العوض كتير، او هتلاقي العوض قريب ان شاء الله. طيب don't let your past hold you back. الرسالة دي ممكن يكون الشخص اللي انت انفصلت عنه بيوجهها لك، بيقولها لك، ما طلعتش من فراغ. الرسالة دي طلعت تقول ايه؟ طلعت تقول لي ان الشخص ده عاوزك تنسى الماضي وتبتدي الحياة معاه من جديد، يعني بيقول لك ما تخليش الماضي بتاعك يعرقل المستقبل بتاعك. فالرسالة دي جاية لك من شخص من الماضي، بالنسبة للأشخاص اللي داخلة تشوف شخص انفصلت عنه، بيقول لك ما تخليش الماضي يعرقل المستقبل. طيب الكارتين بتوع الرومانس، انت هنا let your friend help you. انا بجد يعني انت شخص عندي فعلا زي ما القراءة قالت. طيب الكارت ده انت يمكن اتعرضت لخداع الشخص اللي عاوز يرجع لك ده، وبيقول لك ما تخليش الماضي يعرق للمستقبل. ممكن يكون عرضك لخداع، عرضك انه كان مثلا في علاقة زواج وانت ما تعرفش، كان في علاقة خطوبة وانت ما تعرفش، عرف حد بعدك وانت برضو ما تعرفش. المهم ان هو خدعك. طيب انا بالنسبة لي دي طلعت، انا شفتي تتصرف مع الشخص ده ازاي بالنسبة للتقاط اللي الشخص ده خدعهم في حاجة. الشخص ده انا شفت ان هو عاوز يرجع. طيب هل الشخص ده فعلا عاوز يرجع عن حب ولا وعرف الدرس ولا لا؟ هو من ناحية عارف الدرس، فهو عارف الدرس لأن ده كارت الحظ، فهو مش شايف الحظ أو السعادة إلا معاك، إنه شاف بعدك أو شاف علاقات تانية، مش لاقي السعادة اللي معاك ومش لاقي الاحتواء اللي معاك. الشخص ده رجع لك لأنه خسر من بعدك، أو عاوز يرجع لك لأنه خسر من بعدك. الشخص اللي خدعك ده أنا شايفة إن هو عاوز يرجع ليك تاني بالنسبة للمنفصلين بسبب خداع. طيب بالنسبة للناس التانية، بالنسبة للمنفصلين عادي بسبب أي حاجة، وبالنسبة للشخص اللي أنت معجب بيه، الشخص ده المسج بتاعته انه لما عرفك دخل السلام والهدوء الداخلي زاد جواه، وانه عاوز برضه يقول لك ايه اللي حواليه، ايه اللي حواليك دول او ايه الناس دي. تاني او تالت رسالة عاوز يقول لك ان هو في مشاكل دلوقتي، في حاجة معرقلة في حياته، في حاجة تعباه، زي ما طلع في طاقته برضو ان الشخص ده في حاجة قلقاه وفي حاجة مردده. ممكن برضو يكون الرسالة انه لو جيت اتكلم معاك هل هتصده؟ هل مش هتوافق ان هو يكون في حياتك؟ مش عايز يخسرك الشخص ده بأي شكل من الأشكال، سواء مجموعة رقم واحد، الشخص ده مش عايز يخسرك بأي شكل من الأشكال. في عندي هنا برج الأسد وبرج القوس وبرج العقرب. طيب ننتقل بقى للمجموعة رقم 2، الحجر اهو، والمجموعة الحروف اهي. طيب نشوف اول حاجة طاقة هذا الشخص الفترة الحالية. الشخص ده دلوقتي بيحاول انه يبين للناس اللي حواليه انه في قوة، انه في حالة قوة، انه واثق من نفسه اكتر، انه قادر انه يعدي اي حاجة هو مر بيها. بيصور للناس اللي حواليه سوري
انه شخص قوي، انه شخص قد كل اللي بيتحط فيه او اي صعب هو مر بيه قبل كده، تمام. هو دلوقتي بيحاول انه يكون اقوى، بيحاول انه يكون احسن من قبل كده، بس هو جواه ايه؟ هو جواه طيبة، هو جواه حب، بس بيبين للناس ايه؟ بيبين للناس القوة. ممكن يكون هو في ضعف من جواه الشخص ده، بس مش عايز يظهره بره، عايز يبين القوة اكتر. طيب ايه كان؟ بصوا يعني سبحان الله سبحان الله، برضو نفس الكارت، بيحاول يبين القوة، بيحاول يبين انه واثق من نفسه اكتر عن الاول، انه قد اي حاجة تيجي في وشه هو قدها، هيوقف لها. انه لو هو الشخص ده انت عارف عنه انه لسه طالع من علاقة، او الشخص ده انت لسه منفصل عنه، فبيبين للناس ان هو قوي وان هو عادي، مفيش اي حاجة مرت عليه، بيحاول يبين للناس انه اقوى من الاول، تمام. ممكن يكون الشخص ده جدا من طاقة نارية او من برج الاسد بالتحديد. طيب ايه كمان الشخص ده بيبين ايه، او طاقته ايه دلوقتي؟ سوري، طاقته ايه؟ في طاقة سحر او حسد على الشخص ده في الفترة الحالية. الشخص ده بالرغم ان هو مبين كده للناس، بس هو من جواه مش كده، هو من جواه تعبان، من جواه متعلق، من جواه مركز مع حد، من جواه نفسه يكلم حد، من جواه بيحب حد. تو اوف كابس، من جواه في حد بيفكر فيه. طيب انا عايزه اشوف مين الحد ده في بداية كمان عايز يعملها. الشخص ده بانه صابر، صابر بقاله كتير، او خلاص وصل لانهيار لدرجة التحطم، فهيبتدي بقى انه يعمل اكشن ويعمل حركات متهورة. عايزة اشوف مين الشخص اللي بصوا، الشخص اللي ممكن يكون في حالة حب من ناحيته، في حالة انه متعلق فيه، ده شخص سابه وبعد عنه، شخص سابه وبعد عنه. لو انت شخص، الشخص ده انت سبته وبعدت عنه، فالشخص ده لسه متعلق فيك ولسه منجذب ليك، دي للطاقة دي بس. للناس اللي ثابت الشخص ده وبعدت عنه، انفصلت عنه. طيب لو انت بالنسبة لك ده كراش، بس مش بتتكلم في الفترة الحالية، وانت تعبت منه وزهقت وما بقتش زي الاول، يعني خلاص جالك حالة من فقدان الامل، فالشخص ده برضو متعلق فيك. المهم ان هو في حد مش معاه، هو متعلق بيه ونفسه يتواصل معاه جدا، ده في الطاقة الحالية ومركز معاه قوي. لسه بقول لكم ان الشخص ده بيبين ان هو قوي، لكنه من جواه قلبه وجعه، قلبه وجعه قوي وتعبان قوي في حياته، بس بيحاول انه يبين للناس انه اوكي مفيش حاجة. طيب فيكتوري، الشخص ده بيحاول انه ينتصر زي ما قلت لكم في الاول كده، انه بيحاول انه يبين للناس انه كويس وانه قوي، بيحاول الانتصار، بيحاول يحسس نفسه انه مش هيخسر اي حاجة هو عاوزها، وانه لو في حاجة فاتته هو مش هو مخسرهاش، تمام، هو مخسرهاش، لا، لان هو لسه متعلق فيها، هو بيحاول لكن مش عارف، مش عارف يعمل كده فعلا. يعني الشخص ده من جواه متألم جدا 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 وتعبان. لو الشخص ده انت انفصلت عنه، الشخص ده زعلان عليك جدا. لو الشخص ده انت بعدت عنه بهدف انه مش عاوز ياخد خطوة، فالشخص ده بيحاول يبين للناس انه قوي، بيحاول يبين حتى لنفسه من بينه وبين نفسه انه قوي، بس هو من جواه ومن جوا مشاعره وقلبه الشخص ده ضعيف جدا جدا ومتعلق في شخص بعيد عنه، تمام. طيب دي طاقته زي ما قلت لكم، لو هو من برج الاسد فالقراءة دي ليه جدا جدا جدا، او برج
العقرب، تمام، او برج الجوزاء، برج العقرب تاني وبرج الجدي. طيب تمام كده، نخش بقى على السؤال المهم، الشخص ده شايف شخصيتك ازاي؟ مجموعة رقم 2، الشخص ده شايف شخصيتهم ازاي؟ بصوا، متعلق فيك، شايف شخصيتك ازاي؟ شايفك ان انت قلبك طيب قوي قوي، عندك الحب يكفي العالم. الشخص ده شايف كده ان انت شخص طيب جدا وعندك الحب يكفي العالم، عندك الاحتواء والحنية والمرعاة. شايف كمان ان لو بقى في حياتك اني هينتصر. بصوا، هو بيدور على الانتصار في طاقته الحالية، وهنا لو انت دخلت حياته او لو بقيت في حياته هيبقى في انتصار، او هيعيد الانتصار تاني، مش عارفة في ايه. طيب كمان شايفك شخص عصبي، شخص اقل كلمة بتخليك تولع نار، يعني زي ما بيقولوا. بصوا، شايفك شخص عصبي جدا، يمكن هو اهدى منك شوية. كمان شايفك شخص مثقف، شايف شخصيتك ان انت شخص مثقف، يمكن وصلت لمراكز عالية جدا في التعليم. ممكن تكون انت حكيت له ان انت مريت بعلاقة قبل كده وجعت لك قلبك، او مريت بحاجة صعبة في حياتك قبل كده. ممكن يكون هو اللي وجع قلبك الشخص ده، وهو عارف كده. اكمل. شايف ايه كمان فيك في شخصيتك؟ شايفك شخص متردد شوية، ما بتاخدش قرارات بسرعة، او لو اخدت قرار بترجع فيه ممكن، او لان انت، انا شايفة شوية ان انت متهور عن الشخص ده، او ان انت عصبي عنه شوية. يعني ممكن تقعد تفكر تاخد ده او تاخد ده، وتروح بتهور تبتدي ان انت تاخد اي حاجة. يعني انت متهور وفي نفس الوقت متردد، يعني مش بتتردد عشان تاخد الحاجة الصح، لا، انت متردد وفي نفس الوقت بتتهور. طيب كمان شايف شخصيتك فيها كاريزما زي رقم 1 بالظبط، نفس الكارت ده برضه طلع لهم. شايفك شخص كاريزما، شايفك شخص مبهج او مبتهج، على طول يمكن بتضحك، بتقول حاجات تضحك. انت ما بتخش مكان بتخلي كل اللي قاعدين في المكان يجوا يقعدوا جنبك يسمعوك يتكلموا معاك. انت ما شاء الله طريقة كلامك يمكن حلوة، بتجذب الناس ليك. طيب كمان انا شايفة هو شايفك ان انت شخص بتحن للماضيك، بتحن لطفولتك، ما بتنساش طفولتك وما بتنساش الناس. يعني انت شخص عندك اصل، الكارتين دول بيوضحوا لي كده ان انت شخص عندك اصل اللي مضى عليك زمان، سواء انت كنت في حالة ايه وابتديت ان انت تتحسن او تبقى احسن من زمان، بس ما بتنساش ابدا زمان، وما بتنساش اي حد اتعرفت عليه من اصدقائك، من اصدقاء شغل وسبته. انت بيبقى ليك حاجة كده في قلبك بتحط فيها الناس، وما بتقدرش ان انت تنساهم او تتخلى عنهم. وفي ناس كتير انا شايفة برضو ان الناس دي يمكن جرحوك، يمكن تعبوك، بس انت برضو مش قادر ان انت تعمل لهم بلوك من قلبك. سبحان الله، انت شخص قلبك قلب طيب جدا جدا جدا، وقلبه ابيض. طيب الشخص ده هو عارف عنك كده، هو واخد عنك فكرة كده. في هنا ابراج ايه؟ في برج السرطان وبرج الحمل. طيب نشوف بقى شايف شكلك ازاي الشخص ده، شايف شكلك ازاي؟ الشخص ده شايف شكلك ازاي؟
يمكن انت بتحب لبس الرياضة، او بتحب لو انت بنت بتحبي تلبسي لبس رياضة ولبس اللي هو يعني مش دريسات ومش حاجات زي دي، بس دي حاجة دي عجبة جدا ده لو انت بنت. طيب كمان بالنسبة لشكلك، هو لقى فيك الحاجة اللي كان بيدور عليها. التوق في قفص هنا معناها ان الحاجة اللي هو كان عاوزها او بيدور عليها او اللي متوافقة معاه لقاها فيك، ده بالنسبة للشكل. طيب نشوف اكتر. الشخص ده منجذب لك جدا جدا جسديا، زي ما قلت لك هو الحاجة اللي كان بيدور عليها بالنسبة للشكل، الشخص اللي عاوزه او الشخص اللي بيحبه او بيعجب بيه لقاها فيك. طيب الشخص ده بعد الكارت بتاع التو اوف كابس، يعني الكارت ده معنى الشخص ده معجب بيك جدا جسديا، يعني شايفك كمان شخص قوي، يمكن البنية بتاعتك قوية، يمكن انت نظريتك قوية، في حاجة شكلك فيها قوة، فيها ثبات، فيها عزيمة كده، يعني حاجة دي طبعا من عند ربنا، ربنا بيديها للبني ادم، والحاجة دي هو عجباه جدا فيك، وكمان في انجذاب جسدي للشخص من الشخص ده عليك. طيب في كمان هنا الكارت ده معناه ان في بهجة بتطلع منك لما بيشوفك الشخص ده. طيب نشوف رسالة مش عارف يقولها لك أو حاجة مخبيها عليك. ناخد كمان كارتين من الرومانس، كارتين من المونولوجي، عشان نأكد الرسالة دي، أو لو في حاجة جديدة طلعت هنقولها. ناخد كمان كارتين من المونولوجي. نبتدي نشوف ايه الرسالة اللي الشخص ده عاوز يقولها لك. بصوا انا قلت بالنسبة لطاقة المنفصلين، او لو انت كنت بتتكلم مع الشخص ده كلام عادي والشخص ده بعد او انت بعدت، الشخص ده عاوز يرجع تاني. نفس الطاقة اللي طلعت في الاول طلعالي هنا تاني، وبعديها كانت بداية ونهاية، بداية رجوع ونهاية البعد اللي حاصل ما بينكم. برضو سبحان الله الكارت ده طلع للمجموعة اللي فاتت برضو في الرسالة اللي عاوز يقولها. الاستشفاء. طيب شوف هنا بيقول لك أنت ومن تحب في أمان. لو كان في عوائق ما بينكم، لو كان في مشاكل من الاهل، لو كان في مشاكل اكبر منك ومنه، زي جنسية، زي ان هو اكبر منك بكتير او انت اكبر منه، او انت في بلد وهو في بلد وفي بعد، كل الحاجات دي الكارت ده بيقول لك ان انت ومن تحب في امان. يعني ما تقلقش من اي عوائق في العلاقة مع الشخص ده، لان انتوا الاتنين في امان، ربنا حميكم انتوا الاتنين. بيقول لك ده وقتك عشان تاخد نفسك، او ان انت تطلع من التفكير الشديد اللي انت فيه، او تطلع من حالة الاكتئاب والحزن اللي انت فيها. يمكن انت زعلان من اللي انت فيه دلوقتي، او يمكن الشخص ده بقاله كتير ما بياخدش خطوة، او انت بعدت عنه وحاسس ان هو خلاص بعد ومش عاوزك. طيب بالنسبة للناس المنفصلين، الشخص ده عاوز يرجع لك تاني، او الرسالة اللي عاوز يقولها لك انه عاوز يبقى معاك تاني. طيب لو انتوا كنتوا بتتكلموا وبعدتوا، فالشخص ده برضو عاوز يرجع يتكلم معاك تاني وتبقوا مع بعض تاني. طيب ليه؟ عشان كانت التين اوف كابس كانت العشر كؤوس، او ده اخر كارت. طيب رجعنا، ده كارت العشر كؤوس، يعني معناه ايه الكارت ده؟ الحب الإلهي، حب جاي من عند ربنا، العلاقات السعيدة، الانسجام، الأسرة والبيت والأطفال،
ودي كمان الكارت ده لما بيطلع فده معناه ان دي علامة من ربنا ان كل حاجة هتكون بخير، زي الكارت ده بالظبط، ان انت ومن تحب في امان. وكمان الكارت ده بيدل على نهاية الاوقات الصعبة. طيب بيقول لك بالرغم من الرحيل اللي حصل ما بيننا، بالرغم من البعد اللي حصل ما بيننا دلوقتي، الا اننا بأمل ان يكون في ما بيننا لحظات كويسة، وان احنا نرجع لبعض تاني، ويكون فيه في حياتنا استقرار وفي راحة، وعندنا كل حاجة الناس بتتمناها. يعني اذا كان انسجام، اذا كان راحة، اذا كان استقرار، اذا كان سعادة، يكونوا موجودين عندك وعنده، ويكون كمان عندكم اشباع عاطفي. طيب اشوف برضو الكروت اللي هنا دي. بيقول لك very soon، قريبا جدا، في chemistry ما بينك وما بينه، هيكون في بينكم كلام، وهيكون في بينكم رجوع. للناس المنفصلين هيكون في بينكم رجوع. وبالنسبة لو انت بتحب حد، شخص يعني كراش، وكنتم بتتكلموا مع بعض ودلوقتي هو بعيد عنك، فالشخص ده very soon، قريبا جدا، هيبتدي انه يتكلم معاك تاني، وهيرجع تاني يتواصل معاك، بس بهدف انه هيقول لك انه انت بتمثل لي حاجة في حياتي، او بتمثل لي الحب والانسجام والراحة في حياتي. طيب كمان الشخص ده عاوز منك ان انت تبتدي ان انت تعبر له، او لو الشخص ده جالك تبتدي ان انت تبين له ان انت فعلا لسه فاكره، ده لو انت عاوزه طبعا وبتحبه، لان انت شكلك مخبي كل حاجة من مشاعرك، انت بخيل في مشاعرك شوية، فابتدي ان انت عبر شوية للشخص ده، لان الشخص ده يستاهل. طيب عندي هنا برج القوس وبرج العقرب. طيب ده كانت قراءتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب بس لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.